احتفلنا هنا في كنيسة ماري جرجس ودميانا بالعيد الـ19 لتأسيس الكنيسة. كنيسة هنا بتقع في وسط إبرشية هولندا، بتخدم محافظة وسط هولندا، وبتخدم مساحة كبيرة قوي من الإبرشية، وبيقصدها كثير من العائلات القبطية المنتشرة هنا في هذا المكان، وبيخدم فيها الأبوين المباركين أبونا بشوي وأبونا بافلوس. وهي كنيسة قوية ونشيطة، وجددناها من سنتين ودشنها قداسة البابا تودروس الثاني، وفي احتفال جميل جدا من سنتين في 1 مايو 2015، وفي حفلة بهيجة مفرحة حضر قداسة البابا وقام بتدشين هذه الكنيسة وباركها، وبيد الرسولية دشن أيقونتها ومذابحها وباركها. وهي كنيسة كلها نشاط وكلها بركة، وفيها أوجه مختلفة من النشاط للشباب ولإعداد الخدام ولمدارس الأحد واجتماعات الشباب. بنرجو لها مزيد من النمو والإزدهار، وربنا يبارك في هذه الخدمة في هذا المكان، وكل عام وانتوا هنا طيبين وبخير ومتشكرين خالص. شكرا. كل سنة وانتوا طيبين والكنيسة طيبة وبخير يا رب. والنهاردة كان يوم جميل جدا، يوم عيد الكنيسة 19، وكانت فرحتنا كبيرة بوجود سيدنا فوستينا اللي فرحنا وهنانا، وإحنا برضو بنشكر ربنا وبنهنيه بعيد رهبانته 39. والنهاردة برضو كان يوم جميل، سيدنا قام بترقية بعض الشمامسة من رتبة الإبسالتوس للأغنستوس، فكانت فرحة لناس كتيرة وفرحة للكنيسة.
وكان معتاد كل سنة إن إحنا بنبقى فرحانين بنصلي قداس ومدرسة أحد بيقدمونا نشاط وكورال وبيبقى يوم جميل. ربنا يبارك في كل الخدمات ويخلينا سيدنا ويفرحنا ويفرح كل كنيسة ويبارك في شعبه ويبارك في كل خدمة وكل ناس تعبوا النهاردة في الكنيسة. ربنا يبارك الكل ويساعدنا كلنا إن إحنا نرتبط بيه أكتر وأكتر ونعيش لربنا في حياتنا نمجده ونظهر أعماله فينا وربنا كده يستخدمنا المجد اسمه القدوس في كل شيء. شكرا لكم جميعا وشكرا لقناة سي تي في اللي بتغطي دايما الأحداث وشكرا لكل اللي تعبوا معنا في هذا اليوم المبارك وكل سنة وانتم طيبين ونشوفكم دايما بخير. كل سنة وانتم طيبين. العيد 19 لكنيسة القديس الشهيد العظيم الرجرج القديسة دميانة وبيبقى فرح كبير لكل الشعب والخدام وأولا بنهاني سيدنا بعيد الكنيسة وعيد رهبانته وبنهاني شعب الكنيسة كله في أوتريخت. وهي الحقيقة كنيسة عظيمة وشعب جميل وإحنا هنا من زمان بنيجي نحضر العيد وبتبقى فرحة يعني جميلة ومبهجة للأطفال والشباب والخدام والكبار. كل سنة وانتم طيبين. مرسي. أحب أقول لسيدنا كل سنة وانت طيب وكنيستنا في أوتريخت وكنيستنا في كل هولندا بخير وسلام يا رب. طبعا بنشكر سيدنا الأنبرساني على تشريفه وحضوره معنا ودي بركة كبيرة وبركة بتحس بها الشعب كله بيبقى مبسوط ازاي بتبقى الكنيسة فعلا منورة وبركتها جامدة قوي والأنشطة بتبقى زيادة في اليوم دوت والخدمات بس من الصليب النهاردة فعلا الواحد بيحس انه عيد فعلا.